شنو اكثر شيء ما تحبيه بشكلك؟ لا الحمد لله كل شيء احبه، واحب عيوني هواي. وبالصفات شنو اكثر شيء تحبي؟ يعني هذا الجواب صراحه بس صدقا اني احبه طيبه قلب. انت نفسك كره هذا الشيء؟ لا والله بالعكس، او اضوج منه احيانا تدري، لانه هو مو طيب بس يعني، بس اني انقهر هواية على يعني اتاثر على الاشياء. فهاي شنو اخر شيء اتاثر اوفر؟ على كل شيء اتاثر، حتى على فيلم، على مسلسل، على فيلم اذا اشوفه ثلاث مرات اتاثر عليه من جديد. اكثر شيء تكرهي بصفاتك؟ العصبية. عندك فوبيا من شيء معين؟ هواية اشياء احكي لنا. يعني مثلا فوبيا من الدم و الأماكن العالية، الأماكن المغلقة. من شنو ما عندك فوبيا؟ خلينا مو أحسن. طيب تقدرين تتركين المراية؟ إذا قلت لك إنه تنقلك هذه المراية لمكان آخر من الماضي مثلاً أو لدولة أخرى، هي مراية سحرية بعد، وين تروحين من خلالها؟ يعني أروح وأرجع مو؟ إي تروحين لساعة خلينا نقول. لساعة. ما احب ارجع يعني لاي لحظه، يعني هسه حتى هو هذه اللحظه مشت ما احب ارجع، يعني خلاص انت امشي. احب اكتشف. اما بالنسبه ناخذ الاشياء فاني والله اخذها لسويسرا. ايش معنى احب سويسرا؟ تروحين بيها شهر العسل ممكن؟ لا انا ما رايحه، يعني ما رايحه لها بعدني بحياتي، لكن احب اروح لها، خصوصا انه انا اعشق الطبيعه وشفت هوايه صور وافلام عن ريف سويسرا. كلش يعني شفتهم كلش أي. يعني واو.